توفي قائد طائرة تابعة لشركة كونتيننتال للخطوط الجوية أثناء رحلة من بروكسل إلى نيويورك، إلا أن الطائرة هبطت بسلام بالقرب من مدينة نيويورك بعد أن تولى مساعدا الطيار القيادة. وكانت الطائرة تقل 247 راكبا، لم يصب أحد منهم بسوء. الطيار الذي يبلغ من العمر 61 عاما عمل في شركة كونتيننتال أيرلاينز لمدة تزيد عن 21 عاما، وقالت الشركة أنه توفي لأسباب طبيعية، وأدى الحادث إلى تراجع أسهم الشركة بأكثر من 5%.